السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوت، هذه رسالة لينا حنايا المغاربة والجزائر. أنا البارح شفت مغاربة تيقولوا شي هضر على الجزائر، وزعما داكشي تيحز في القلب. أنا قلت نهضر ما نهضرش، قالك ما فيها، بس أنا غادي نقول كلمة الحق. شوف، أنا شفت شي واحد تيقول الجزائر كذا، حرشونا عليهم كذا، نمشيو نخربعهم. يا صاحبي واش حرشونا؟ واش أنت كلب يحرشوك عليهم؟ تخور مع راسك، لا أنت لا هذوك اللي تابعينك معاك. الكلاب اللي كيتحرشوا، انت راك ربي سماك وحطك في الارض هذه باش تصلح، ماشي دير الفتنه، فهمتيني؟ انا كيجيب لك الله تقول حق، راني غادي نمشي تما ونموت شهيد. راك غتمشي غتموت عبيد وغتمشي لجهنم. سي لازم، لان الله كاع ما تيبغي الحرب ما بين المسلمين، غير خوتك معانا تحارب. وهذا اللي كيقول لك انا راجل وكيعاير خوتو هذا وباغي يبغي يتحارب وباغي يصلح وباغي كذا، واكو كانت فيك النفس بري، لا انت لا دوك الجزائر اللي كيبقاو يعايروا، سيروا خوتي اتفقوا وجمعوا شي 500 البصر وقولوا للمعلم سيدنا محمد السادس يعطيكم شي ايرباص شي طياره نعم سيدي، وسجلوا شي 500 وطلعوا لسوريا. هذوك هما اللي خصكم تمشيو تحاربوا عندهم، هذوك هما اللي محتاجين الرجال بحالكم. جيني الرجال بحالكم، اما المسلمين راك ما درت معاهم. هذاك خوك فرق بينك وبينه 30 متر واد، بحال درت مع شي واحد خوك في الرباط. هذاك خوك جامعه انت وياه لغه وحده ولهجات ولهجه وحده، وجمعكم دين واحد وارض وحده والله واحد ورسول واحد وافريقيا. مالك اصاحبي يا حبيبي، دابا هاد الهضره هادي ديال هاد المعايير هادشي ما عنده باش يفيد. انا فاش كنبقى نشوف شي جزائر كيعايروا والمغاربه كيعايروا، راه كنبقى نفكر غير شي واحد كيدريس الكلب ديالو هو كينبحو على الخوا الخاوي، فهمتيني؟ ما غاديش يدابزو، ما غادي يديرو حتى لعبه. انت اللي كطالب بالحرب، عطينا الحرب، واش انت اللي غدابز؟ راه يدابزو خوتنا وخوتك في الصحراء، وهذوك خوتنا راه عندهم ماماتهم وعندهم عيالاتهم، وكاين اللي عنده وليداتو، وكاين اللي فهمتيني. انت كتبقى غير كتهضر حق، عطينا الحرب. وداك دابا كيجي لك الله، انت راك زعما راك عزيز عليك الملك، والملك بعد غير منه. الملك راه في كونجي ديالو في العمر، ما باغيش هذا الشيء هذا، فهمتيني؟ هذه اول حاجه. والنظام الملكي كاع ما تيبغي الحرب، لانه ملي غيبغي الحرب غيولي هو اللي عليه الدبان اصلا. اول حاجه غيخاف من انقلاب وغيخاف بزاف الحوايج، دونك الملك ديما كيبعد الناس. شكون اللي كيبغي الحرب؟ كيبغيو الحرب هذوك الزعماء ديال العسكر. هما الملك ما عنده لا علاقه لا جمال في هذا الشيء هذا كامل. هذا هو باش نوضحوا الامور، فهمتيني؟ وديك الساعه كيقول لك حنا عرضنا، ما عرضك ما تلعب اصلا، انت ما عندكش تاخر انت. هذه الارض ارض الله سبحانه وتعالى. وديك الارض اللي كتقول انت ارضك، كون كانت ارضك وراك تاخذها، انت ما غاتاخذهاش، انت غير تبغي اوموان غتبغي تدفن فاش غتموت فيها. خصك تخلص 300 درهم، والله ما خلصتي حتى شي حاجه. خص نقول شي حاجه، ما خلصتي 300 درهم وريني هاد الارض. نبقاو نقولوا شي هضره ديال الجهال. حنا مسلمين وعرب وقاسين تنبحوا بحال الكلاب، حنا شي نبح من شي كيجاوبوا من لهنايا حشومه. والله الا حشومه تيحس بالقلب كاع زعما. والله العظيم لا، الا بغاو كاع الا بغاو ما ينوضوا الحرب، هذه حرب دبلوماسيه بيناتهم. الطبقه الارستقراطيه شي حاجه ديال الناس البيروقراطيه ولا شي، انت غتستافد الناس شي هذا غتستافد. الارض اصلا ارضنا ولا ارضهم، انا ما فهمتش، ما نبقاوش كاع ندخلوا فيها هادشي هذا التفاهات، فهمتيني؟ خصنا ندابزو على شي حاجه الاخيره، شي حاجه نتنافسو شي حاجه الاخيره، شي حاجه هاد الهضره. وهذاك اللي فيه يقود الهضره وخاويه سير كيتسامي، حسب استغفر مولاك بعدا تربح الحسنات، فهمتي؟ ولا بري باغي الاصلاح، ولا كتقول سيدنا ولا حقا، وكاين اللي تيقول لك حقا دوك بوتفليقه حاكمهم هو قاتل. انت تقول لك الحكم راه الله اللي كيعطيه، يؤتي الحكم من يشاء وينزع الحكم من يشاء. دونك هذاك تبقى تقول حقا على هذاك مالك ولا هذاك رئيس، هي هضره خاويه. ان الله كون شاف فيه الخير راه حطو تما، النهار اللي ما غيشوفش فيه الخير غيخرجو. وماشي كيشوف فيه الخير حطو تما زعما راه كيبغيه، راه ممكن يمتلي بداك الولاء بداك الولايه باش يشوف واش غيدير، فهمتي؟ ما تحمق راسك. هذاك تيقول لك هما حق عندهم جالس، هما راه حتى ما كاين اللي يجاوبك يقول لك حنا عندنا رئيس جالس ونحن له واقفون، وانتم عندكم ملك واقف وانتم له راكعون. السلام عليكم، الله يهديك. واللي باغي فري اللي باغي فري يوصل فري الهضره هذه، وعنده هذا ديال الاصلاح الشيء ديال الحشومه. والله الحشومه تنشوفوها ولا الى شوف، نجيوك من الاخر من الاخر، هذوك هما حنا. انا فرق بيناتنا 30 سنتيم، هادشي ما نحتاجوش لهاد النزاعات خاويين. وقلت براسي بحال الكلب، وكاين شي هذا كيما قلت حرسوني عليه، فري راه ما عجبنيش حال حرسوني عليه. دابا انت بيتبول، ما بقيتش بنادم، انت وليتي كلب. خليها صاحبي عض
هادشي شي سير تبع شي دير لك شي شي عند شي استاذ قول له ربيني ولا شي حاجه فهمتيني. لان الدين ماشي هو هذا هذاك اللي تيقول لك حق انا باغي نتفرقعوا راه عندنا بزاف الناس كيموتوا انت راه بحالك تمشيو لداعش هما داعش داعش شكون هما داعش نفسر لك واحد تيكون ناعس كيولي داعش ما كيفهم حتى قرايه في الدين كيبقى يفهم الله اكبر الله اكبر تيجي تيصيفطو يتفرقع كيصدق لا دنيا لا اخره فهمتيني. ولهذا الخوت حنا راه خوتو المهم حاولوا ننشروا الرساله ديال الخير واكبر عدد ممكن باش نساليو هذه الزباله هذه يعني حنا شعب الله اللهم لك الحمد حنا لا هما اخوان والناس متخشفين وبعاد على هذا الشيء كله فهمتي. يلا تبارك الله عليك تحيه خاصه.